اهلين ومرحبتين فيكم. اليوم رح اجهز معكم داود باشا على طريقتي انا. اول شي هون اضفت لحم مفروم، اضفت بصل مفروم ناعم، واضفت بقدونس. هلا البهارات اللي رح اضيفها، اول شي رح اضيف ملح، رح اضيف 7 بهارات، رح اضيف فلفل اسود وبس. ممكن نضيف بابريكا بس انا مو حابه اضيفها هلا. هلا اللي رح اعمله، رح اعجن هاي اللحمه مع البصل والبقدونس. طبعا هاي لحمه خروف، اذا استعملتوا لحمه عجل بامكانكم تضيفوا عليها شوي من لحمه الخروف حتى اطيب مع الكفته. يعني رح اخلطها كويس كويس وارجع لكم. حركت الكفتة، رح أبلش أعملها كور. خلوها كور متوسطة الحجم بهالطريقة. ناخد كمية نعمل هيك، بعدين نلفها كرة بهالطريقة، نعمل كل الكمية نفس الحجم. بيها مستوى، أنا ما بديها تستوى على الآخر. خليها شوي. وصل معي اللحمة لهالتحميرة، بس عشان الدنيا نهار كثير بيضاء، لهالتحميرة رح اشيلها. ما بديها تنشف معي اللحمة. شلت الكمية كلها الكفتة، رح اضيف على نفس الزيت عشان ناخذ نكهة اللحمة. رح اضيف البصل والثوم، اغرس شوي. اضيف فلفل حبة مقطعة، ورح اضيف فلفل اخضر. رح احرك على ما تتبدل معي شوي الخضرة. رح اعصر انا البندورة، اقشرها واعصرها. انا اضفت 4 حبات بندورة، رح اضيف عليها معجون، ورح اخلطها بشوية مي واخلطها بالخلاط. تبلت معي البصلة، رح اضيف نص شاف عصير البندورة لحتى يتسبك معي، ورح اضيف مكعب مرق. هلا البهارات اللي رح اضيفها هون، رح اضيف رشة ملح، ورح اضيف فلفل اسود رشة، ورح اضيف شوي صغيرة بابريكا، يدوب ربع معلقة صغيرة لانه فيها فلفل الاكلة وبس. هاي البهارات، ممكن اضيف شوي من 7 بهارات، شوي برضو ربع معلقة صغيرة، ما بدنا نكتر هيك شوي، ونحركهم ونغطي عليهم لحد ما يتسبكوا معنا. بعدين اخر شي بنضيف البطاطا والكفتة. هلا رح اجهز معاكم الرز جنب داود باشا برضو على طريقتي. رح اضيف هيل، شوية فلفل أسود، ورق بار، راح أضيف سمنة. بدي أعمل الرز اليوم بالكركم، بالكركم والبهارات. راح أضيف سمنة، وراح أضيف ملح، بس خليني أستنى شوي يتقلوا معي على الهدف لحتى تطلع معي ريحتهم. شوية صغيرة من الزيت كمان عشان نكفي الرز. هلا رح ابدأ انزل الرز. بسم الله، بضل الرز كم قلبي هيك عشان يتفتح معي ياخذ نكهة السمنة. رح اضيف بهالوقت الكركم،
كلكم كثير له فوائد، نحاول ندخله باي طريقه للاولاد وللكبار يعني. طبعا ما بدنا ننسى الملح، وما ننسى لما تغلي ندوق الملح. بس ينشف اوطي عليه مع الرز، راح اوطي عليه واغطي. سمكت معي البندوره بهذا الشكل، راح انزل البطاطا اللي انا قليتها نص سوا، فخلينا نقول ثلاث ارباع سوا، وراح انزل كمان اللي هي كرات اللحمه. طبعا اذا احتاجنا مي بنزيد لها مي زي ما احنا بدنا نعملها جنب الرز. فنشيك اول ونشوف. اه طبعا بدها مي لانه هيك حتطلع تقيله كثير، ما فيها مرقه، لحد ما تستوي حتشرب كل المرقه. فهلا راح اضيف المي هيك شوي واغطي عليها واتركها كمان 10 دقائق. هيك وجهزت معنا اليخنه، شوفوا ما شاء الله، شوفوا راح نسكبها. ومتعقدة البطاطا مستوية، وهيك تكون خلصت معنا الطبخة. جربوها وان شاء الله انها راح تعجبكم. كان نضيف كمان شوية مرقة هون. طبقنا جهز معنا.